قد نشعر أحياناً أن أبواب الدنيا جميعها سدت في وجوهنا، وأن بصيص الأمل الذي ظنناه ذات يوم مخرجاً إلى الحياة الفضلى قد تلاشى. وفي المقابل فإن الكثير منا يحبون تقديم العون، لكن كثرة ضغوط الحياة ومتطلباتها قد تحول دون ذلك. ولأن رسالة الإعلام الصادق تهدف من بين ما تهدف إليه إلى ربط فئات المجتمع بمختلف طبقاته وتسليط الضوء على مشكلات وقضايا ومتابعتها، قررنا فتح ملفات لأناس بحاجة لحفنة صغيرة من المساعدة، سعينا للوصول إلى جهات وأفراد يحملون في دواخلهم بذور الخير والتعاطف مع الآخرين. خياط يرتق القماش، وكغيره سافر إلى الخارج ظناً منه بأنه سيحقق مبتغاه، لكنه لم يكن يعلم أنه سيقع فريسة للمرض هناك ويعود إلى وطنه وظنه قد خاب، ليكتب له أن نلتقي به ونسعى في مساعدته لنيقن جميعاً أن عند الله لا يغلق باب. من خلال متابعتنا للرسائل الإلكترونية التي تصلنا من متابعي برنامجنا، كان قد وردنا عدد كبير من المشكلات، وكنا نبحث عن حالة جديدة لإنهاء الموسم الأول من البرنامج. خلال اطلاعنا ومراجعتنا للحالات التي وصلتنا، أثار فضولنا شخص اسمه محمود من سكان جبل التاج في عمان، فتوجهنا لزيارته للتعرف عليه أكثر. أنا اسمي محمود شاهين، بدأت حياتي يعني العملية في سنة 90، تعلمت الخياطة الألبسة وظليت ماشي فيها، يعني ما غيرت ولا بدلت في صنعتي لغاية ما قررت الزواج. يعني تزوجت هالمستورة وفي 2003، وظليتني في مهنتي لغاية ما تعبت من الإيجارات. طبعاً كنت مقضيها أجرات من منطقة لمنطقة لمنطقة. بعديها خف شغل الخياطة الألبسة بالنسبة إلي. قرأت إعلان عن شركة في منطقة صناعية عندنا هون طالبين خياطين لمفروشات، قدمت عندهم طلب وتوظفت. فبعد 4-5 شهور طلبوا إنه في ناس بدهم
إياهم لفرع في السودان، والحمد لله يعني كان إلي نصيب إني أطلع على السودان. وطلعت هناك واشتغلت وقررت إني أبني بيت وأضبط وضعي بدل ما أنا في الإيجارات وهون وهون، قررت إني أستثمر هالغربة في بيت. في السودان يعني كانت حياتي ممتازة، يعني راتب ممتاز، حياة حلوة، يعني كنت أبعث للبيت هنا عايشين حياة كريمة. لكن بعد المرض اللي مرضته هناك اللي هي الملاريا ارتميت في الفراش وقعدت فترة منيحة، يعني ما يقارب 3 شهور وأنا مريض، قعدت منهم 4 أيام في المستشفى على المحاليل. هو أول إشي يعني إنه كان في أول سفرته على السودان، كان في عليه شوية التزامات وشوية ديون. طبعاً هو أول شغلة عملها بلش سداد شوي في الديون اللي عليه، بعدين بلشنا إنه بدنا نبني بالبيت، بعد فلوس وبلشت بدي أبلش في البيت. بس عملنا أول غرفة اللي هي غرفة النوم وعقدناها، بعدها هو مرض في السودان، صار عنده ملاريا وتطورت لتوفيد عنده، ووضعه الصحي ما كان يسمح أصلاً إنه يضل في المنطقة في السودان، يعني لأنه يعني معروفة شو هي السودان صحياً يعني. فبعد 3 شهور تقريباً هو مريض و4 شهور رجع على الأردن هون. فاختلفت الحياة معي يعني كاملة، مش زي ما أنا كنت أطمح أو أحلم إني أعمل بيت منيح نظيف أشوف لي مصلحة تكون إلي أرتاح باقية حياتي. فوقف لهون الحلم بعد المرضى هاي. جيت على الأردن هون رجعت لشغلي يعني نفسه، بس مش زي أول، يعني بطلت أقدر أقعد على الماكنة زي أول بال8 ساعات 9 ساعات و10 ساعات. فحالياً أنا مشرف داخل مشغل، عندي تمزق في عضلات الظهر تضغط على عصب الرجل اليمين، هذا السبب الرئيسي يعني إني ما بقدر أضل قاعد ورا ماكنة لمدة طويلة. والله الدخل يعني أنا بطلع لي نسبة على الإنتاج الأسبوعي، في أسابيع فيها 50، في 20، في 30، يعني بمعتدل الراتب شهري يعني بال250-270 دينار. الأولاد لحالهم يعني للمدارس بدهم مصروف، يعني مصروف إلهم شهري لا يقل عن 15-20 دينار، وأكل وشرب، فواتير كهرباء، فواتير مي، يعني ما بيجي 20 الشهر إلا إحنا بدنا كمان راتب ليكمل حياتنا. البيت، الغرفة هاي والمطبخ والحمام كلهم زينكو، وطبعاً بالصيف حامي كتير يعني الواحد ما بيقدر يقعد فيه، وبالشتاء بارد وبنزل مي، ويعني بقضيها طول الشتوية، وإحنا نحط طناجر هون وهون ونرفع سجاد ونطلع الفراش برا ونستنى لما تيجي شمس تنشفه ونرد نرجع نفوته، يعني بنضلها معاناتنا طول الشتاء بين تطليع العفش ونرجعه جوا. في الشتاء بتضل تنزل الكهرباء من المي اللي بتدلف في المطبخ، بضل قاطع الكهرباء يضرب شورت، اللمبات تضرب شورتات وتنزل، وعد عن الرطوبة وعد عن الحيطان كيف مبهدلة من المي اللي بتدلف.
بالنسبة للصحة كمان نفس الإشي يعني، لأنه قبل سنتين كتر ما كان البيت ينزل مي وهيك ضرب عندي العصب السابع، ورحت حالة طوارئ على مستشفى البشير والحمد لله يعني تعالجت منه، بس أخذت فترة يعني بالعلاج. المشاكل طبعا النفسية كتير سواء علي أو على أولادي يعني كمان، لأنه يعني نفسهم يكون عندهم يعني بيت يعني إنه ما ينزل مي، يكون يعني بيت مهيأ صحيا ونفسيا لهم إنهم هم يعيشوا فيه. أمنيتي إنه يصير بيتنا بيت حلو صحي يرتاحوا فيه الأولاد، يعني يكون للأولاد في إلهم غرفة متنفس إلهم، للمعيشة غرفة للضيوف، المطبخ يفوت الواحد على المطبخ يتنفتح نفسه يعني بمعنى مطبخ، غرفة نوم إلنا تكون برضو نفس الشيء يعني مرتاحين فيها صحية مهوية الشمس تدخلها. نفسي أعيش ببيت يكون مريح نفسياً وجسدياً، وما أتعب، ما أفكر إنه اليوم راح تمطر، راح أصحى الصبح على البيت كلياته مي، بس أمل إني أعيش ببيت مريح. وضعنا مشكلة عائلة محمود على أجندتنا وبدأنا بالبحث عن الجهة التي من الممكن أن تتبناها. في الوقت الذي كنا نسعى فيه لإيجاد حل للعائلة كان قد بدأ عرض برنامجنا على الهواء، فوردنا الكثير من الاتصالات والإيميلات من مشاهدي البرنامج لتقديم الدعم والمساعدة وتبني حالات أكثر، فبدأنا بإرسال مشكلة محمود إليهم وإلى أي طرف يستطيع إيصالنا لأي جهة من الممكن أن تدعم ما نريد. بعد عدة أيام تلقينا اتصالاً من السيد علاء البشيتي الذي أبدى إعجابه بالبرنامج بعد عرض حلقاته الأولى، طالباً منا أن نلتقي به بأقرب وقت، مبدياً استعداده الكامل بالمساهمة في حل أي مشكلة في البرنامج. توجهنا في اليوم التالي إلى السيد علاء البشيتي صاحب مخازن البشيتي، حيث عرضنا عليه كامل قصة عائلة محمود وما نسعى له من ترميم للمنزل وتوسيع لمساحته ليصبح منزلا صحيا يليق السكن به. وبعد سماع القصة كاملة أحب أن يزور العائلة بنفسه. عدنا إلى مكتب السيد علاء ليوضح لنا ما يمكن تقديمه للعائلة. حقيقة برنامجكم من أول حلقة شفتها ترك عندي بصمة صراحة، وشعرت إنه الحالات اللي عندك مدروسة، يعني مش حالات هيك عبثية أو بس مجرد تبرعات لأجل التبرعات.
أكبر مثال البيت هذا صراحة أنا ما كنت أتوقع إنه هيك وضع، يعني أنت شرحتي الكم اللي إنه يرثى له، بس ما يعني ما توقعت إنه لهالدرجة، يعني غير لائق صحيا أصلا إنهم يكملوا فيه سكنة. يعني بكرة أنا ببات متعاهد الصبح إن شاء الله، مش يشوف الوضع، لا خلي باشر عمل فورا مباشرة. احنا جاهزين لكل التكاليف لإعادة ترميم البيت من الألف للياء، بس بهمني يكون البيت صالح، يعني صالح للسكنة البشرية. البيت اللي شفناه عفوا لا الأب ولا الأم ولا الطفلين صالح يسكنوا فيه، فخلي باشر عمل من بكرة، وإن شاء الله في خلال فترة قياسية بيكون أنجز العمل. بدأنا مباشرة بالتنسيق مع متعهد ليحدد المساحة التي نريد البناء بها والبدء بترميم المنزل. بدأنا البناء والترميم وكنا بشكل يومي نتابع العمل. خلال عملية ترميم وبناء المنزل بدأنا نبحث عن جهة تتبنى فرش المنزل، من غرف للنوم وغرفة جلوس وأجهزة إلكترونية وكامل مستلزمات المنزل. وخلال بحثنا اتصل بنا السيد علاء ليطمئن على سير أمور البناء، فأوضحنا له أن أمور البناء تسير بشكل جيد وأننا نبحث عن داعم للمفروشات، فطلب منا زيارته على الفور. هلا انت بلغتيني انه البيت بحاجه لعفش، والبيت انت عارفه كبر، يعني بطل غرفه غرفتين، فانا برايي انه يعني زي ما بلشنا معهم نكمل معهم. بالعكس خلي ام علاء نفسها هي اللي تنزل تنقي العفش على زوجها يعني، وتختار اللي بدها اياه، واحنا جاهزين ما في مشكله. اتصلنا مع زوجة محمود ام علاء لتجهز نفسها وتختار مفروشات منزلها الجديد. بعد اختيار المفروشات اتفقنا مع صاحب محل المفروشات على موعد لتسليمها لحين اكتمال المنزل بصورته النهائية.
بالنسبة للبيت يعني ما توقعت إنه يطلع هيك وبهالصورة هاي وهالجمالية هاي، والحمد لله رب العالمين يعني تم، ونشكر جهودكم جميعا يعني اللي أشرفوا عليه واللي اشتغلوا فيه واللي ساعدونا فيه، والحمد لله بيت العمر، ما كنت أتوقع إنه يكون زي هيك. بعدين صار البيت يعني اختلف عن أول، الحمام كان بالمطبخ هلأ صار لحاله، غرفة صارت خاصة للأولاد، قبل كانوا يناموا بغرفة الضيوف، صرنا غرفة إلنا ومنفصلة يعني، صالون، وتغير كل الأثاث القديم اللي كان مع رطوبة يعني ما كلته الرطوبة ومبهدل وهاي، والحمد لله يعني إنه تبدل وتغير وصار كله يعني بيت صحي، بتدخل الشمس من كل الأماكن، مهوى من كل الجهات، والحمد لله رب العالمين يعني إنه بطل فيه يعني إنه مطرت الدنيا، جيب طناجر وزع هون وزع هون، نزل القواطع خوف من الكهرباء تضرب شرط وخف على الأولاد يعني. تانيا يعني ما كان فيه لا باب لغرفة الضيوف ولا باب حتى للحمام، ما كان فيه باب يعني الحمد لله إنه صار فيه أبواب، إنه الواحد يسكر الباب يحس بالدفى، يحس بالراحة في بيته، والحمد لله رب العالمين. نعلم أن الكثير والكثير كمنزل محمود، لكن أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام.